السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ صباح الخير، فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل ما نحن فيه إن شاء الله، بس طبعا راح نعمل شوية حركات لأن المشاهدات شفناها نزلت، فلازم نعمل حركة في هذا الفيديو، تمام؟ فلذلك ما راح أقول لكم إيش راح نعمل، راح نعملها بقلب الفيديو، نتركها سر حتى تشوفوها، تمام؟ هي وشغلة. ثاني شيء، السؤال اللي جاني كتير بيسألني عنه اللي هو السيارات الفخمة أو سيارات الفارهة اسمها باللعبة، شو المود تبعها وشو التفاصيل. طبعا هو هذا هو المود، اسمه رود راج. طبعا بتقدر تبحث له انت من هون، تكتب سيرش وتبحث عليه مثل ما انتم شايفين هذا، او راح تلاقوه بصندوق الوصف ان شاء الله، راح اضيف لكم اياه، تمام؟ والله انا مرد. يب دخلنا الى المدينه، يب دخلنا الى المدينه الساعه 9:45، كويس تمام. الان راح نبلش اعمالنا اليوميه اللي لازم نشتغلها. طبعا اول شيء راح نشغله هو اللي اشغل هذول الماكينات. الله يمدينا. اوه تذكرت هي مرة الماضية تركناها هون، شو بدنا ننزلها هلا؟ هاي لازم هناك طريقة ننزلها فيها. طيب بنحاول انه نرجع فيها لانه لازم اول شيء نكمل دور على هاي، تمام. اتوقع هي هون ارض رقم 15 مو؟ اه تمام، معقد رقم 15 خلص، فلازم ننهي. بدي احط له سماد. شوفوا في عنا هي عقد حلو وهون عقد حلو صراحة، بس المعدات مو كتير زيادة. فا طول بالك في هاي غير ماكينة. أول إشي رح نعمله، خلينا أكمل أشوف عندي هاي الماكينة عندي وقفت فيها مشكلة، تمام؟ وعنا هون مشكلة ولازم نروح بالبيك أب، نركب بيك أب مالي، تمام. افصل افصل، يلا بشوفك بعدين معلم. أو خلاص خلاص، روح بدي أشتري سماد، تمام؟ ايش راح اسوي هلا؟ بدي اروح اشتري سماد مشان احطه بالتراكتور الاول، تمام؟ عشان اشغل الخريطه، لانه راح وراح افرجيكم بس اروح على الكراج او على المكتب اللي فيه اللي بدي اشتري منه المواد من الشوب. راح افرجيكم كمان ايضا السياره الشيفروليه، ممكن شفت لها الوان نزلت جديده، فراح نسوي شيك عليهم كمان كله ونتفرج عليهم، تمام؟ وش حنعمل كمان؟ ايش حنعمل كمان؟ ايش حنعمل كمان؟ حنشوف العقود هدول ونشوف كم اشي مهم صراحة لازم نشوفه ونشيك عليه. فخلينا نروح للقب. تمام تمام، خبرني كمان شو رايك باللي صار. كمان كمان وصلنا، انزل. تمام هلا ايش بدنا نشتري؟ بس توبك شو فيها؟ فيها 700 والله ما تكفي معلم، لازم نحط وحده ثانيه. طيب على كل حال بنشوف شو فيهم. اول شيء رح نشوف سياره الشوفر ليل، حكينا لكم عنها اول شوي. طبعا هذا هو البي كام حقه 100,000، 30,000، 45,000. والله شو يكون نشتري هذا؟ نبيع لعنا نشتري، ما يتحرز له. بس هذا والله الاكتف تبعه كثير سريع، بسرعه بيمشي. هذا موديل 2014، هذا موديل 2072. ما انه مفكرين هلا نسوي شراء ونسوي داقيشه وتبديل على هالميتور وعلى الشغلات هي. بدي اشتري سماد، يب بدنا واحدة من هي. اوه غليانة ليش؟ اتفق مين؟ ليش كل هالشي غليانة صراحة قبلاوي؟ اعطيني واحدة ثانية من هي، تمام. تمام هلق بنحملهم قلب السيارة وبنروح نوصل. اول شي نحط هدول اثنين، ايش رايكم بالشغل معلم؟ هلا شوفوا انت بيتي انا غلط صراحة، ليش؟ لانه لازم انا معبي بهذيك الكبيرة افضل كثير. طبعا طبعا طبعا، بس ما يقلب هذا التراكتور. طبعا ليش انا هيك سويت؟ لان هلا بدي انزل هي اعبيها بالماكينه، واللي بضل بالارض راح اعبيه على هذول او اشوف شلون نظبطها، تمام؟ لان راح اخذهم كلياتهم احطهم عند هذيك الارض، لان الارض هذيك كثير كثير كبيره، عرفت ليش؟ ونترك البيكان طبعا نفس الشيء، ما راح اجيبه كمان. بس ما يقلب البيكان، الوزن ما هو موزن. عليك تحميله. والله شوف معلم، البيكان هذاك الثاني الابيض بيسع هذول فيه على المرتاح، هذاك اعرض وبيكان صندوقه اطول. هذا صندوق اصغر، فلذلك صار عندنا هي المشكلة، عرفت ليش؟ ياب ياب ياب. سوري مان، سوري سوري سوري. مشهد طلبة ضربناه. انتوا شوفوا شو شكل البيك اب. بالله عليكم شوفوا شنو. طيب. وصلنا على الارض، بنصف على اليمين، بس ما يقلب البيك اب. الله عليهم صاير خايف اكثر اللفه على اليمين يقوم يقلب. ما تقلب ابوس، اينك ما تقلب ابوس، انفك ما تقلب، تمام.
تمام قصرنا قصرنا صف 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 تمام. استنى معلم، انت معلم فضيج الموضوع. تمام انا مقصر فيها، بتنط النطة يا ابن الحلال والله والله. ولا بالافلام تشوفها لك ايش بك. تمام لازم نشيل هذيك من بعد اولي، هي لسه فيها 1000. ايوه نعم حلو، ضل فيها 700. تمام نايس. تمام 700 يا دوب تكفي يعني. انتي تعالي اوف ليش هيك صار عندي انا صندوقين. هاي السماد شكلها، خليها ما بدي اخذها، اخذ هاي بس. يس الان نكمل الطريق. لوين معلم؟ بدنا ننزل على ارض رقم 21. ياب ياب ننزل على الارض 21 طبعا. بس وصلت لهنيك رح تاكل بكام حتى ما رح اجيبه، عندنا شغل كتير يا معلم والله. والله تعرف شو لازم انا، بس يلا يا احسن. هذا العقد اهم من العقد الحصاد، عقد الحصاد بيسوي مشاكل مالية كبيرة يعني. والله لازم تعرف شو، لازم نغير هالبيك اب، نشتري بيك اب اكبر، او هذاك البيك اب الاصفر احلى، مو الابيض احلى، مو اسرع بيخدم اكثر ما بعرف. لا مو يعني مو على المستوى ده، كمل سيف. اوه عجب نص سرعة 120، ما اتوقع نوصل سرعة 120 لانه الوضع كتير صعب من ورا. لو فاضي ممكن. كمل كمل روح كمل. هيك هيك ما راح ندخل على ارضك. هذا بال 2017 شلون مصمم من هاي الماب؟ شوف 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 على التعليق شوف. احتراف والله، شلون يدخل على الارض مش عارف. طبعا جديد بالذكر والمهم جدا انه ما راح اعملها كلياتها. ليش؟ لانه هي الماكينه راح تفضى، فراح نبيعها او نخليها نوديها، ما تحتاج لها لانه بس خلصت خالص، فلذلك ما راح ابيعها كلياتها. عرفتوا ليش؟ راح ابيع الصغير من 700. ليش؟ لانه 700 روح روح روح. تمام تمام قوم علينا شغل، نشوفك بعدين، اشوفك وين مهاجر، قول لي باي بلد صاير. تمام هلا بدنا نروح، بدنا نروح على سيارة الشحن اللي هي جنب القطار، بس ما القطار جا ضربها لسه ما ادري. من هون نفتح احسن هذا ما في عربي تدخل معي. طيب بدي اجرب ادخل من جوا طبعا تحضيرا انه ندرب على انه نشتغل على الدركسيون من هلا بلش. يلا بس شكلي انا دخلت غلط يعني. قلت لك اذا كملنا مشي ضل صار. والله يا معلم انا شفت ناس تلعب بالدركسيون شيء احتراف والله العظيم. والله انا كمان محترف طلعت بس ما يجي تضطر الله بوجهي في الامور لوز. تمام وين الطريق صار بعدين؟ وين الطريق؟ اين هو الطريق؟ اين الطريق؟ يا ابن الكلام وين الطريق؟ هذا مسوي الطريق هون شيء ابن حلال تماما يعني احتراف. الان العودة الى الديار. انا بقدر اطلع قص يلا. شكل ناصينا يا معلم. لازم نستخدم ايدينا.
خطرنا كتير عليه يعني. يا زلمة ليش ضربنا كمان؟ طيب معلم ما ترجع غير والله ما يشغل يا معلم. شوف انا بقدر اعمل اشي. انا شلون جيت بالسياره لهون؟ بدل عم لف لف يا الله الله حسبي الله هلا العالم تكون كفرت. شو بالك تفضل بقول لك يا اخي انت شوفير ما تعرف تسوق. والله العظيم انت شوفير يا ابن عم. طلع طلع الشجر وين داخل في عيني؟ شلون بدي اشوف انا وين الطريق؟ معلم اذا خلصنا من لفة الكوع خالصين خالصين لانه عم بكثر على اليمين كثير. هذا معلم لازم تعطوني جهة السواقة جد يعني. انا محترف القيادة بس يعني كسرنا شوية السيارة مو كثير بس يعني محترفين قيادة معلم محترفين. تلم تلم عم فوق ما اصعب اللفة يا زلمة. انا بدي افهم مين اللي راسم هاي العقدة بالاخير. بس بدي اعرف ليش كل شيء ليش؟ لماذا تفعل كل هذا بنا يا راجل ليش؟ على اليسار بعدين سيوي مش لازم نشوف. لماذا نحن هنا؟ والله ما بعرف. هم 21 فينيش تمام معناته خلص المشروع نيك. بس خلينا نحطها هي على التفريغ وروح نشوف ارض 21 شو صار فيها. اتوقع راح اسلم الماكينه تبعت الحصاد تبعت الاعشاب. بس خلينا اول شيء طيب ما سبت ويدخل تكمل تكمل الأرض مو على وش الأرض انت كم سبت انت ايش قاعد تسوي عليك؟ فهم ايش كنت قاعد تسوي؟ طبعا ايش بدي اسوي؟ مشان نصغر الحجم ما يضلوا كل هالشيء موجودات عندي راح اعبيهم بقلب السياره وبرجع افضيهم. انا بحكي لكم دائما شيء بتاخذوا شيء بترجعوا عنه احسن ما يضلوا ثلاثه. طول بالك خلينا نشوف هي فيها اكثر. هي ايش قد فيها؟ هي فيها 2000 وهي فيها 1000 90 هون فضي تمام عبي فضي. هلا بنروح بنسوي كولكت للعقد اللي هو رقم 21 انه خلصنا ونسوي كولكت للعقد رقم 6 لانه كنا عم نرش فيه سمنت. العقد رقم 29 نتركه لان احنا كنا نحتاج الماكينات وهلا ما نحتاج هذا الاشي. وهيك نكون خلصنا اول عقد او خلصنا اول اشي مهم جدا نعمله. هون في عنا لازم نرش سماد بالارض رقم 6 والارض رقم 21 كمان بده نرش له سماد. تمام تمام هات السماد هون وهات الارض رقم 6 سماد. بعد الارض 22 كمان بده سماد. هات رقم 12 لا بده سماد مو سماد بده سماد بدل ارش له سماد رش. تمام رقم 8 هي كمان سماد تمام تمام سماد 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 تمام اوكي ما في حدا بده سماد تماما اوكي 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 مان. طيب بما انه نحن هلا خلصنا من شغلنا من هي فلازم نعبي لازم نعبيهم بالبيك اب ونروح تعرف شو نجيب؟ ايش راح اجيب؟ راح اقول لكم ايش راح اجيب. لازم نروح نجيب حاليا ايش اسمه؟ الان ايش راح نروح نجيب؟ راح اودي هدول على الارض تمام؟ وقبل او راح احطهم بالشوب محل الشوب تمام؟ وراح اروح اشتري شغلتين من الشوب. اها راح افرجيكم ايش راح نشتريهم وننهي الفيديو بكره بنكمل الحكي. او بس طب لك خلينا نروح انا على هي الماكينه. يب نكمل شغلك خلي هذا يشتغل له شويه. هذا اتوقع اليوم بنخلصه تريلتين يعني بتريل واحدة اتوقع خلص ببدا هيك. فلذلك خلينا نرجع مو هون هذا خلص. اوه هذا لازم نلحقه بسرعة بسرعة. شوفوا شو حنسوي. طبعا حكملهم بالفيديو الجاي بس هلا رح احكي لكم شو حنسوي. رح اروح هلق على مركز ال ينعن الشيطان. رح اروح مركز الشوب تمام. رح انزل هدول الموجودات عندي
المضادات المبيدات الحشريه حنزلهم، وراح اشتري سماد. تمام، راح اشتري 4 طبليات سماد. ليش راح اشتري 4 طبليات سماد؟ انا وين رايح؟ المهم على طريق العام، راح اشتري 4 طبليات سماد. ليش؟ ال4 طبليات سماد راح احطهم قلب السياره وامشي جنب التراكتور، محل ما يحتاج فورا بنشيل بنعبي له وبنعطيه. تكنيك علم، تكنيك يعني انه هلا بنجيبه نحط له اياهم. او طبعا بس خلصنا من العقد هذا او بالفيديو الجاي رح نعمله، رح اغير التراكتور لان التراكتور هذا مهم جدا وهنيك الارض كتير كبيره فما رح تحتاج هذا الكم هذا اللي بحجم التراكتور، فلذلك لازم يب. بس خلي نخلص اول شيء من هون استكشفته. يلا حاضر انت، تمام انت، يلا وين نمشي معلم؟ نروح وين هذا يا عم؟ الطريق الطريق بياخذنا هذا ما بياخذنا. المهم بدنا نروح نجيب المليون يا شباب، بدنا نشتغل. تمام، الان نحتاج 4 من هدول. تمام، 1 2 3 4 4 تمام، اي 4 خلينا ننزلهم بالاول. معلم بحس انه الطبلية هيك ارفع مع انها تكون بالعكس. والله نفس الشيء، والله حاسس هيك ارفع. ما طيب هات لنشوف. طيب هيك شلون الوضع بوشي؟ والله نفس الشيء يا معلم، بكام صغير، فلذلك عم بنواجه هاي المشكلة. طيب فاتحين الباب، خلي تكون اهم شيء الورانية تكون مصفوطة صح. مظبوط. طيب تمام، فول تانك صارت مباشرة. هاي فول تانك ايش في؟ لا داعي للتصفير، لا داعي للتصفير. وبس كنا وصلنا للفيديو، شكرا لحسن المشاهدة وشكرا لكم، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.